اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره كابتن ماهر همام نجم النادي الاهلي السابق. ازيك كابتن ماهر؟ كابتن سلام، اخبار حضرتك ايه؟ طمنا على صحتك. انا كويس الحمد لله. يعني كان هيجي لي انتكاسه ثانيه بس الحمد لله عدت على خير يعني. طيب خليني بس يا كابتن ابدا معاك الاول، هل حضرتك مريت بمثل هذه الظروف قبل كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. اسلام، اولا عايزين نعتذر لجماهير النادي الاهلي العظيم. طبعا بصراحة يعني طبعا. يعني جماهير النادي الاهلي العظيمة في كل مكان، اذا اللي كانت في جنوب افريقيا او اللي كانت ورا الشاشة بتشجع النادي الاهلي وبتشجع فرقتها اللي هي بتحبها، فبنقول لهم يعني سامحونا وحقكم علينا وان شاء الله باذن الله نعوضكم في اللي جاي. ده اقل حاجة نقدمها لجمهورنا العظيم. سؤال مهم جدا اسلام، لان احنا مرينا بالظروف ديت. أيوة. وانت مريت بالظروف ديت، واللي قبلينا واللي قبلينا واللي جاي والمجموعه اللي موجوده الحاليه. يمكن قبل هوا كنت بتكلم اسلام على الاجهاد، كل 3 ايام صعب جدا. انا هتكلم على نفسي وعلى اللعيبه اللي موجوده الحاليه. اتفضل. انا كنا بنلعب من جمعه لجمعه، ما كانش كل 3 ايام زي دلوقتي. ممكن بس يا كابتن قبل ما نتكلم، مش عايزين نتكلم عن اجهاد ومش يعني هو حقيقه واقعيه وحقيقه قد يعتبرها البعض، اصل اي جمهور دلوقتي بيتفرج عليك هيعتبر ان انت بتبرر. لا لا لا، بتبرر هزيمه. لا. ولكن هي ليست تبرير هزيمه، لكن هي بالفعل حقيقه. هي في حاجه، اللعيبه مجهده مجهده. اللعيبه تعبانه تعبانه. اللعيبه يعني ما ينفعش نقول ان هم لعبوا كم ماتش في قد ايه؟ بالظبط، اقل من اسبوعين. لكن في الاخر البعض بيحاول ان هو ايه، هيسيب كلامك كله ويمسك في ايه؟ مش هنقول الشماعه يعني. احنا عايزين نعلق عليها اخطائنا، لكن عايز اقول لك ان احنا مرينا بالظروف ديت فعلا. تقديرك للكوره ما بقاش تقدير صح. الباص اللي بيطلع من رجلك ما بيطلعش باص صح. مظبوط. كلامك حوالين الخطوط للاعبتك ما بقاش صح. عدم التنظيم اذا كان الدفاعي ما بقاش صح، عدم التنظيم الهجومي ما بقاش صح. وارد بقى انك انت تخسر واحد في يوم بلغه الكوره بقى. وارد انك انت تخسر واحد، وارد تخسر ثلاثه، وارد تخسر خمسه. سبحان الله ان اليوم ده كمان يا اسلام يوم سبحان الله على المنظومه كلها، يعني الجهاز الفني والاداري واللاعبين. صحيح. يعني حتى برضك سبحان الله بعيد. ما كانوش في المستوى ان بنتمنى ان يحصل من البدلاء ان يقدر يغير لنا الحاله على استحياء. يعني بعض الفترات فعلا الشوط الثاني كان في يعني ايجابيه شويه، لكن عايز اقول لك يا اسلام، هو يمكن ما اعرفش يا كابتن حضرتك معايا ولا لا في القصه دي، يمكن الحاجه الايجابيه الوحيده في هذه المباراه لو اعتبرناها ايجابيه ان انا جبت جونين وانا وحش للدرجات. بالظبط. فما بالك ان انا لو كويس هقدر اعمل ايه؟ بالظبط، وده اللي احنا قلناه. يعني عايز اقول لك كمان صعب جدا يبقى لعيب واحد والعشرة اللي وراه مش موجودين في خارج نطاق الخدمه، يعني بيت ستاو بس والباقي يعني عايز اقول لك ما كانوش موجودين باللي احنا كنا متخيلينه من لعيبه النادي الاهلي. لكن عايز اقول لك يا اسلام في تراكم اخطاء حصلت من كاس العالم للانديه. واحنا يمكن معاك في كذا احنا مره بنقول على طول وقلنا يا جماعه في اخطاء دفاعيه لازم نعالجها. قررت يمكن في مباراه ريال مدريد، قررت في فلامينجو، قررت في الهلال، قررت في الدوري المحلي المقاولين العرب الداخليه، ثم سان داونز اللي هو اللقاء الاولاني 2-2. عايز اقول لك يا اسلام ان الاخطاء دي لو ما اشتغلتش عليها توصلك للموقف اللي احنا وصلنا له. ايوه، لانك انت ما عالجتش الاخطاء بتاعت ريال مدريد، ما عالجتش الاخطاء بتاعت فلامينجو، ما عالجتش اخطاء الدوري، الاخطاء الدفاعيه كمان بالذات. فعدم معالجتنا للاخطاء، ويمكن الراجل اتكلم في الجزئيه دي وقال ان كل 3 ايام، انا بالنسبه لي كل 3 ايام بلعب، فطبعا صعب جدا ان انا اعالج هذه الاخطاء داخل الملعب، لكن ممكن من خلال التصوير الفيديو، ممكن من خلال الكلام. لكن برضك في الثلاث ايام اسلام ممكن تبقى بالمشي الموقف داخل الملعب بقى، ممكن بالمشي بس احسس اللعيب ان هنا كان في موقف دفاعي خطا.
من ناحية التمركز، من ناحية الوقفة، من ناحية الميلان، حاجة فردية، حاجة جماعية، عدم تقارب الخطوط الثلاثة. فدي برضك من ضمن الحاجات أسلام اللي احنا يعني سبناها وترقناها. كان ممكن نعالج الكلام ده، وزي ما قلت لك ان كل 3 ايام ممكن بالماشي، ممكن بالحركة. المهم ان يبقى اللعيب عارف أسلام أخطاؤه ايه، يعني اللعيب يبقى عارف أخطاؤه ايه عشان ما يكررهاش. لكن تتساب مرة واثنين وثلاثة يمكن نتيجته بتبقى زي ما اللي حصل في مباراة سان داونز الأخيرة. ولكن في النهاية أنت خسرت المباراة وخسرت بشكل ليس جيد. في النهاية لسه أنا كنت بتكلم حتى في بداية كلامي إنه المركب ما زالت في المية، يعني في البحر، يعني لسه عندنا مباراة ولسه عندنا فرصة حتى لو 5%. بالظبط، وهو ده اللي احنا بنشتغل عليه حاليا. يعني ككاس فني وكإداري ولجنة التخطيط واللعيبة لازم يبقى عندنا امل في ربنا سبحانه وتعالى. ومتعرفش الكوره اسلام مخبيه ايه. صحيح. لكن انا اشتغل على المباراتين اللي احنا ان شاء الله باذن الله، مباراه القطن يوم الجمعه مهم جدا ان شاء الله ان احنا ناخد فيها 3 نقاط. ثم طبعا مش عايز اقول قبل ما تكمل يا كابتن، القطن اتعلموا عملوا ايه؟ قال لك هنفتح الابواب مجانا. بالظبط. فانت سبحان الله، يعني ده مصير البطل اسلام. انت كل الناس بتحارب ضدك، فيهمهم طبعا ان النادي الاهلي. هم بيعملوا اللي شايفينه يقدروا يكسبوا بيه النادي الاهلي، عايزين يكسبوا النادي الاهلي. ومش هتقدر، يعني حق مشروع لكل فريق طبعا ان هو عايز يكسب وعايز يعمل مباراه جيده. فعشان كده بقول لك طبعا مباراه القطن هتبقى صعبه علينا جدا طبعا. لان طبعا احنا خارجين من هزيمه كبيره اكيد اثرت على اللعيبه نفسيا طبعاً. خلال الفتره. لكن عايز اقول لك اسلام، هو البطل معرض لكده، والبطل تملي بيبقى محطوط تحت المرصاد. لكن عايز اقول بنقلب الصفحه دي ونبدا ان شاء الله باذن الله من مباراه القطن. وفعلا لعيبه النادي الاهلي لما بتتزنق بتبان بقى معدنها، وبتبان دوافعها، وبتبان روح الفنانه الحمراء. فان شاء الله اتمنى باذن الله ان ربنا يكرمنا في مباراة القطن. وأنا شايف طبعا استعداد اللعيبة لمباراة القطن بشكل جيد الحمد لله. يعني كل اللعيبة حتى في التسخين في الإحماء تحس أن اللعيبة يعني متأثرة بشكل كبير. طيب يطلعوا إزاي يا كابتن من هذا التأثر؟ أنا اللي يهمني دلوقتي مش يعني أنا اللي يهمني أنا كجمهور بقى قاعد بتفرج. أنا ماشي اللعيبة متأثرة طب وبعدين؟ أنا عندي مباراة يوم الجمعة. هو الحاجه الوحيده في الحالات اللي بشكل ده اسلام العامل النفسي لازم طبعا لازم مستر كولر يتكلم. اولا لازم يتكلم مع اللعيبه دي ان كنتوا بتلعبوا باسم اكبر نادي في افريقيا. النادي صاحب بطولات 115 سنه، نادي القرن، بطولاتنا الحمد لله. يعني المنافسه بيننا وبين ريال مدريد، يعني مش ما فيش حاجه في افريقيا بتنافسنا ولا حاجه عربيه بتنافسنا. فلازم نتكلم على تاريخ النادي الاهلي، مستر كولر وكابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن سامي قمصان، وطبعا اذا كان طبعا رئيس البعثه اللي موجود، اي شخص من اعضاء مجلس اداره. لازم نتكلم كتير جدا مع اللعيبه على تاريخ النادي الاهلي وانجازات النادي الاهلي. وانتوا كمان اصحاب تاريخ، يعني المجموعه دي يا اسلام اللي احنا شايفينها صراحه اصحاب تاريخ، يعني بطولات سابقه اذا كانت افريقيه ثلاثه دوري ابطال بالظبط. فلازم كمان نتكلم على انجازاتهم هم، ان مفيش مستحيل في كره القدم، وانجازاتكم انتوا اللي بتفرحوا الناس وانتوا اللي بتزعلوا الناس. في ايديكم فرصه الفتره اللي جايه انكم انتوا يعني ان شاء الله نطلع من الهزيمه اللي كانت في جنوب افريقيا ونبدا نفكر في القطن. لان القطن زي ما انت قلت فاتح جماهيره، وبعدين القطن ملوش اي شكل ولا اي طعم اسلام. وده يخوف معاه يكسب يعني ويخوف في كره القدم، يعني عشوائي. ايوه. فالعشوائيه دي عايزين نحترمه احترام كامل. نقدره وبعدين نتعامل معاه بشكل كبير جدا ان احنا نقدر نكسب القطن في القطن ونحصل على 3 نقاط. يعني عايز اقول لك حاجه اسلام برضك من ضمن الحاجات ان احنا حتى كمان فكرنا كقدامة ان الفتره الجايه يبقى في تواصل بينه وبين الاجيال دي، مهم جدا. لازم اذا كان من خلال التمرين او من خلال الماتشات من او من خلال بالظبط او من خلال المحاضرات.
ودي يمكن كانت فكره الكابتن محمود الخطيب، ان قال يا جماعه احنا بعيد قوي عن الجيل ده. صحيح. فمهم جدا ان احنا نتواجد الفتره اللي جايه نساند هؤلاء اللاعبين المميزين من افضل اللعيبه اللي موجوده في افريقيا. اسلام 25 لعيب كلهم افضل من بعض، فان شاء الله باذن الله التواصل اللي بيننا وبينه خلال الفتره الجايه بشكل كبير يعني. والله يا كابتن انا لو املك، انا لو املك كنا عملنا رحله بالزبط. الى الكاميرون والله. صح. الناس هتقول لي للدرجه دي؟ اقول لك اه انا هروح اساند الفريق لغايه اخر نفس. صح. ونساند الفرقه. لانه الحقيقه انا مش بساند فرقه، انا بساند نادي طبعا الأهل. طبعا يعني اعتقد ان دي برضو قد تكون. لكن عموما خلينا ننتظر ايه اللي هيحصل يوم الجمعه القادم، لانه الحقيقه الخروج من هذا المأزق الكبير جدا او من هذه الهزيمه الكبيره جدا، وان انت تروح تلعب مباراه في غايه الاهميه والجمهور لن ينظر لاي شيء الا للمكسب فقط ان شاء الله. بالظبط بالظبط. وبعدين مش مستحيل يا اسلام، لان زي ما بقول لك يعني الشكل واداء اللعيبه حتى النسبه يا كابتن، نسبه صعود النادي الاهلي هل ممكن لسه نفكر في صعود النادي الاهلي؟ والناس تقول لك طيب لو انت بتفكر في الصعود، حتى لو صعدنا بهذا الشكل اللي احنا بنلعب بيه، هل من الممكن ان نصل الى المباراه النهائيه؟ احنا ان شاء الله يا اسلام نكسب المباراتين، وانا عندي امل في ربنا كبير جدا ان شاء الله. لو في الفير بلاي بلغه الكوره، ايه الحلول يا كابتن؟ معلش يعني عايزين حلول فنيه تتناسب مع هذه المرحله. يعني انا شايف رقم واحد، انت بالنسبه لك انت تفكر في نفسك انت الاول. طبعا. نعم. طبعا انك انت يبقى استراتيجيتك لمباراه القطن. أيوة. تركيزك في التشكيله المناسبه لهذه المباراه، اذا كان في بعض اللعيبه هتريح وبعض اللعيبه الاخرين يبقوا كادرين بالمسؤوليه، حاسين بالمسؤوليه. نعم. رقم اتنين، انك انت ما عندكش اي بديل في مباراه القطن الكاميروني الا المكسب، يبقى انت هتضغط على الكاميرون من بدايه المباراه. أيوة. لحد نهايه المباراه. الحاجه الثانيه لازم نقلل من اخطائنا بقى يا اسلام الدفاعيه، يعني اخطائنا الدفاعيه عشان نقللها، يبقى انا لازم بلعب بسيستم وانا بدافع خطوطي الثلاثه في نص ملعبي تحت الكوره، لان دي بتدي ثقه للخطوط، وفي نفس الوقت بتمنع المنافس ان هو يقدر يوصل لك او يقدر يوصل للمرمى بتاعك او يقدر يوصل للشناوي. الحاجه الثانيه لما بتستحوذ بتبدا تنطلق بقى. احنا الحمد لله اربع مين بالنسبه للجمل التكتيكيه او التكتيك اللي بنلعب بيه، عندنا اطراف على اعلى مستوى، عندنا اختراقات من العمق، عندنا نص ملعب بيعتبر من اقوى نص ملعب اللي موجود في افريقيا، عندنا التلت الهجومي يا اسلام بدانا يبقى نقدر نوصل لجول، عندنا فرص نتمنى ان الفرص اللي بتيجي نقدر نستغلها بشكل احترافي. أيوة. يعني في مباراه سان داونز مش عيب ان انا اخد كمان من الحاجات الكويسه من الفرق اللي بتقابلني. يعني سان داونز في مباراته معانا يا اسلام لعب كره حديثه من ثلاث حاجات، يعني التمرير، التسليم والتسلم، التحرك من غير كوره. التحرك من غير كوره ده اهم حاجه بصراحه. تحرك من غير كوره اهم يعني حاجه. يعني عارف اهم ما كان يميز اليو بادجي اليو ديانج ايه الفتره اللي فاتت؟ ايه؟ قبل الماتشين ثلاثه الاخرانيين دول ان هو بيلعب وبيتحرك. بالظبط. لكن هو بالزبط. دلوقتي اقل. وانا عايز اقول لك يا اسلام ساعات ثبات التشكيل هو اللي بيدي لك المفاتيح. بالزبط. دي ثبات التشكيل. يمكن مستر كولر كان عنده وجهه نظر ان هو كل مباراه بيغير 3 4 5 لعيبه، واخد بالك؟ هو خوفا من الاصابات، هو بدانا نصاب خوفا من الاجهاد وبدانا يبقى عندنا اجهاد. فانا عايز اقول لك نرجع تاني للتثبيت، يعني نرجع تاني للتثبيت. التثبيت ده بيدي لك الحاجات اللي احنا قلنا عليها، يعني دي اول حاجه لازم يعملها. لازم لازم يبقى في تثبيت للتشكيل، واخد بالك؟ وبعدين من بدايه الشوط الثاني لو انت حاسس بعد الدقيقه 60 بعد الدقيقه 70 غير بالظبط كده، ابدا اغير بعض اللعيبه اللي فعلا محتاجه تغيير، لكن اللي مش محتاج تغيير اخليه موجود، لان وجوده بيدي نوع من التجانس اللي بينه وبين اللعيب الاخر. يعني عايز اقول لك حاجه اسلام، وانت بتلعب فانت كنت رابط بينك وبين اسلام الشاطر، بينه وبين الهاف اللي قدامه، وبينه وبين الجناح. طبعا. فلعبكم انتوا الثلاثه مع بعض بيؤسي. فترات كثيره بداتوا تحفظوا بعض. انا وبركات. بالظبط. صح. فانت بدات حتى كمان من بدايه هجمتك انت عارف اقدر العبها لبركات في رجله ولا العبها له في خلق مساحه. صح. ولا حامل معاه دبل باص
ولا انا هروح انا واحد ضد واحد، ولو انا هاجمت هو هيقف يدافع، لو انا هاجمت هو هيقف يهاجم وهكذا. هو ده ثبات التشكيل اللي بيدي لك، اللي بيدي لك الواجبات دي الدفاعيه والهجوميه، اللي بيدي لك الشكل. يبقى اول حاجه ثبات التشكيل خلال الفتره القادمه، ثبات التشكيل ان شاء الله الفتره اللي جايه. أوكي. وزي ما قلنا اسلام، لو حس ان في الشوط الثاني حس ان في بعض اللعيبه يعني حس باجهاد او مش قادره، يقدر يحصل التغيير. لكن ثبات التشكيل بيدي للعيبه ثقه وبيدي للمدرب ثقه. وزي ما قلت لك يا اسلام، التجانس بيجي، الوجبات الدفاعيه بتبقى موجوده، الوجبات الهجوميه، الجمل التكتيكيه. ويمكن ده من ضمن الحاجات اللي نجح فيها مستر موسيماني سنتين، صحيح، تثبيت التشكيل في 18 لعيب و19 لعيب. خد بالك يا اسلام، احنا زمان ايام هدوكوتي بقى، ايام نحنا وكلوتشاي، وكان موضوع التثبيت ده كان اول مره نعرفه. بعدين لما جه فايسا فوجئنا بيلعب ب 18 لعيب بس، يعني راجع حتى كمان 18 لعيب. قال حتى الباقي يا اما يتمرن قبلي او يتمرن بعد فرقه. هو عايز يركز على 18، عايز يركز على 18. مساحات الملعب مش هتقدر تشيل ال 25 لعيب او 30 لعيب. فدي برضك كانت من ضمن المدارس المتحضره، المدارس الاجنبيه اللي جت وعملت بصمه بشكل كبير جدا. أيوة. على النادي الاهلي وعلى الكره المصريه. لما جه مانويل جوزيه نفس الكلام، شفنا مانويل جوزيه بعبقريته بدا يعمل حاجات، يعني بدات الناس تقلده، يعني بدا يهاجم بثلاثه رصاصات حربه في بعض الاوقات، اخذ تلت ساعه. صح، استراتيجيه المباراه ساعات يا اسلام بتحتم عليك. لو انت المباراه 0-0 فانت محضر حلولك في اخر تلت ساعه، ساعات بتدفع ثلاثه رؤساء حربه عشان تكسب، عايز اكسب. فدي من ضمن الحاجات الهيد كوتش اللي هو محضر، الهيد كوتش اللي مذاكر، الهيد كوتش اللي متابع بشكل كبير، يقدر يشكل من استراتيجيته، يقدر يشكل من لعبته من خلال الخطه، من خلال الاداء، من خلال بدافع لعيبه، من خلال راحه لعيبه. فدي حاجات كلها يعني اكيد مستر كولر عايش ومتعايش فيها، لان انا عارف ان مستر كولر بيذاكر كويس قوي الفرق، بيذاكر كويس قوي، وبيبدا يتعامل معاها من خلال نقط الضعف اللي موجوده من خلالها، او الحاجات الايجابيه اللي يقدر هو كمان يمنحها بشكل كبير ما يبقاش خطوره عليه. شايف مباراه اليوم الجمعه ازاي؟ زي ما قلت لك، القطن احنا شفناه هنا، هم طبعا فرقه متواضعه جدا. اسم القطن كان قبل كده في افريقيا يا اسلام كان اسم قوي جدا. صحيح. كان عنده لعيبه دوليين على اعلى مستوى، وفرقه كانت يعني مرعبه. لكن واضح الاحلال والتجديد، يعني هم كمان بيتغيروا، ومعظم لعبتهم من الاعمار السنيه الصغيره، فالخبره مش موجوده عند لعيبه القطن، باستثناء يمكن لاعب راس حربه وبرضك صغير السن، يعني كان عمل لنا شويه شغب كده في المباراه اللي كانت في القاهره. يمكن هو ده حارس المرمى طويل القامه، الحاجات الكور الطويله، الكورسات العرضيه بيطلع ياخدها بشكل كبير. عندهم مشاكل في خط ظهرهم، عندهم مشاكل في نص الملعب. فان شاء الله باذن الله اسلام، انا زي ما قلت لك مستر كولر طبعا اكيد هيتابع المباراه اللي كانت في القاهره. أوكي. هيبدا يحط الاستراتيجيه للمباراه، التشكيله المناسبه، اللعيبه اللي هتبدا المباراه. يعني انا كان نفسي يا اسلام في مباراه سان داونز، معلش هنرجع تاني، لا اتفضل، ان انا كنت اريح 6-7 لعيبه من الاساسيين في مباراه الدوري العام، مباراه المقاولين العرب، واخد بالك، كانت تفرق معايا بشكل كبير جدا. الكل كان بيطالب بهذا الامر. لان بعض المدارس، يمكن كابتن جوهري كان، وانت تفتكر، كان ساعات بيحس بينا بشكل كبير جدا، فكان يقول لي ايه، انت النهارده ما بتتمرنش، وبكره ما تجيش. هو خلاص، ما هو مره يا كابتن، بمناسبه هذا الكلام، بمناسبه كابتن جوهري، مانويل جوزيه، بما ان حضرتك بتتكلم عن مانويل جوزيه، مانويل جوزيه دخل من بره فبيسلم علينا واحد واحد، سلم علينا واحد واحد، وجاء عند ابو تريكه قال له جو هوم. فابو تريكه فاكره بيهزر. والله. ابو تريكه فاكره ان هو ايه، عمال يهزر وبتاع. ففضل واقف، فلف اللفه وسلم على اللعيبه كلها ورجع تاني. قال له انت ايه اللي موقفك؟ روح بيتك، ولما ما تجيش غير لما اقول لك. بص. فانا بقول لك دي من ضمن الحاجات اللي المدربين بيحسوا بيها. عايز اقول لك حاجه كمان اسلام، يعني احنا زمان لازم يبقى التنسيق بقى بين مسؤولين التدليك والدكتور
مع جهاز ثاني. يعني اقول لك مثلا زمان حمدي المكرونه الله يرحمه وهو بيدلكنا كان يدوس لك على العضله في كنت تصوت صح، فيروح للمدرب يروح كابتن جوهر يقول له ايه خد بالك مرة امام وجهت والله حقيقي. فكان احنا الاجهاد كان بيبقى من تحت ايدين المدلك، المدلك لان هو اللي ماسك برافو العضله عليك هو اللي ماسك العضله حافظ برافو عليك فيروح مبلغ على طول. بص الامانه بقى طبعا مش بيبلغ الدكتور ده بيبلغ المدير الفني بالظبط كده فانا عايز اقول لك التواصل اللي بين المدلك وبين الدكتور لازم بمنتهى الامانه للراجل طبعا، لان احنا كلنا شغالين في مركب واحد وكلنا عايزين ننجح. فدي من ضمن الحاجات اللي انا بقول لك يعني افتكرتها ايامنا احنا فانت النهارده لازم التواصل ده بين الراجل اللي هو المعد مع الدكتور مع مستر كولر في الحاجات اللي بالشكل ده. زي ما انت قلت ممكن في مباراه المقاولين العرب يمكن الناس كلها اتكلمت في الجزئيه دي ان احنا ممكن نريح 6-7 من اللعيبه. احنا الحمد لله اول وعندنا من النقاط والفارق بيننا وبين اللي ورانا يمكن دلوقتي نقاط. اصبح النهارده بعد فوز فيوتشر اصبح نقطتين اعطاء نقطتين ولكن فارق 3 مباريات. طيب فكانت صح يا شباب لو عندي حاجه غلط فرق ايه؟ فرق 3 مباريات ولكن فرق كام نقطه؟ نقطتين صح؟ تفرق معانا بشكل كبير جدا اسلام لان فعلا اللعيبه محتاجه يوم محتاجه نفس يومين صح. تتنفس بس. فدي برضك من ضمن الدروس اكيد اكيد اللي مستر كولر حطها في الحسبان. ايوه وكمان اللعيبه كمان يا اسلام لازم تساعد يعني مش عايزين نقول بس المدرب بس ولا اللعيبه بس لا 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 احنا اتكلمنا على كله. احنا كلنا كلنا طبعا. مسؤولين طبعا. على الوضع يبقى فيهم كل الناس بالزبط. مسؤوله بالظبط كلنا مسؤولين على الوضع اللي حصل للعيبه النادي الاهلي لكن عندنا ثقه كبيره جدا جدا في هؤلاء اللاعبين وزي ما قلت لك اسلام هم كمان مهم جدا الدوافع بقى وروح الفنانه الحمراء لان برضه جماهير النادي الاهلي زعلانه تقول لك احنا ممكن نخسر لكن فين دوافع لعيبه النادي الاهلي وفين روح الفنانه الحمراء؟ جمهور النادي الاهلي اعتقد برضه يا كابتن يمكن حضرتك حافظه اكتر مني كمان لانه جمهور النادي الاهلي زعلان طبعا على زي ما كل حاجه ولكن على الشكل والاداء والروح اللي مش موجوده اكتر لكن ان انت تكسب او دي حاجه بتاعت ربنا بالظبط لكن هو بيهمه جماهير النادي الاهلي دوافع اللعيبه وروح الفنانه الحمراء اللي هم اتعودوا على ادائهم من خلال المباريات اللي بالشكل ده. فانا بطمن جمهور النادي الاهلي ان شاء الله اسلام وان شاء الله يوم الجمعه باذن الله باي مجموعه هتلعب احنا عندنا افضل 25 لعيبه زي ما قلنا باي مجموعه هتلعب ان شاء الله قادره ان هي تعمل لنا نتيجه وثلاثة نقاط وان شاء الله باذن الله يبقى مردودنا بعد كده في المباراة القادمة اللي هي مباراة الهلال السوداني. هنكمل كلامنا مع كابتن ماهر امام ولكن نطلع فاصل ونرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى. كابتن ماهر بعد اذنك برضو عايزك تقول لي كيف يعبر الجهاز الفني واللاعبين هذه المباراة. انا عايز دلوقتي اتكلم وهفضل اركز خلال الثلاث اربع ايام اللي جاية على مباراة القطن. هساند مرة تانية. اللي عايز يقول حاجة يقولها ما عنديش مشكلة لكن انا هفضل اساند وادعم هذا الفريق لان انا بدعم النادي الاهلي وباساند النادي الاهلي مش بساند اشخاص ولا بساند حد انا بس بقول الكلام ده لانه مش انا لوحدي بالمناسبه ده كل يعني الكابتن ماهر لسه بيقول لي يا اسلام لازم كلنا نقف مع الفرقه اليومين دول لازم كلنا كابتن ماهر مش عايز اقول لحضراتكم الاسماء اللي كلمتني وكلها اسماء لا يختلف على حبها للنادي الاهلي اتنين وكلهم بيكلموني بيقولوا لي كلنا احنا زعلانين وغضبانين ولكن هنقف في ظهر فريقنا وهنساند فريقنا احنا بنساند النادي الاهلي. انا خدت الكلمه دي من الكباتن الكبار اللي طول عمرهم بقى في النادي ومتربيين من تراب النادي فعشان كده هم حاسين اكتر مننا كلنا باللي حصل في هذا الامر. لكن خلينا برضو نرجع مره تانية للناحيه الفنيه يا كابتن ماهر مهم جدا ازاي اللعيبه تعبر مع الجهاز الفني هذه المباراة اللي بنعتبرها فرصة ولو ضئيلة جدا. الفترة القليلة اللي قبل الماتش القطن الكاميروني البرنامج هيمشي عادي بالنسبة مسافرين الأربع إن شاء الله. كاميرون الأربع. هيمشي عادي جدا إسلام واخد بالك هيبقى زي ما قلت لك العامل النفسي هيبقى ليه دور كبير جدا جدا للجهاز الفني مستر كولر كابتن سيد عبد الحفيظ وسامي قمصان مع اللاعبين عايز اقول لك كمان دور محمد الشناوي كابتن الفرقه
مهم جدا شناوي انك انت يمكن احنا فقدنا دور الكابتنة في المباراة دي يا اسلام، لان الشناوي طول عمره معودنا بالكلام مع اللعيبة وقبل المباراة وبعد المباراة في المؤتمر الصحفي والتشجيع كابتن، وداخل الملعب ادارته وخبرته داخل الملعب وبيكلم، بقول لك يوم غير عادي. لكن انا عايز اقول ان فعلا الشناوي خلال الفترة القادمة او الفترة الحالية هو والسولية وكهربا اللعيبه علي معلول كباتن الكبار، يعني كباتن الكبار دورهم كلهم دور في الكلام جدا مهما كان المستوى في الملعب، ولكن يبقى لهم دور في الكلام. ده مباراه راحت لحال سبيلها بالظبط كده وانتهت، لكن احنا بنتكلم على الادوار اللي جايه. انت افضل فرقه في افريقيا، انت نادي القرن، نادي البطولات، لازم اللعيبه الكبيره تتكلم بهذا الشكل طبعا طبعا وتتكلم مع بقيه اللعيبه. يا جماعه هي كره القدم كده، يعني انا من ضمن الكبير مره برشلونه كرويف وهو بيدير الاداره الفنيه، الضرب اول 10 دقايق جول، الجول الثاني الثالث الرابع الخامس قفل الملف وقعد حط رجع ولع سيجاره وخلاص، قال لك يوم مش يومي. فالنهارده اعظم فرق العالم يعني نالت ولكن برضو مره تانية ده مش معنى الكلام اللي بيقوله كابتن ماهر ان احنا ده لا طبعا، ده زي ما قلت وهفضل اقول طوال هذه الحلقه وكل ما حد يتكلم دايما هنقول هذا الكلام، ان سواء تاهلنا او لم نتاهل ودي مش معلومه، انا بتكلم على تاهلنا او لم نتاهل سيكون هناك حساب عسير جدا 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 لكل من قصر في اداء واجبه خلال الفتره الكام يوم اللي فاتوا ده. لكن ده انا بقول مش معلومه ليه؟ لان ده حصل قبل كده يا كابتن ماهر، لما انا خلينا في المستقبل او في الماضي القريب، ان بعد هزيمتنا الاولى من سان داونز بعدد كبير من الاهداف حصل بالزبط. ان تقريبا الجيل تغير تماما وجبنا لعيبه قدرنا ناخد بيهم افريقيا لمده 3 سنوات، قدرنا وصلنا نهائي افريقيا دوري ابطال افريقيا 3 سنوات وخدنا ثالث العالم مرتين. فبالتالي انا متاكد ان هيكون في حساب ان شاء الله. وعايز اقول لك اسلام، دي سمه البطل. النادي الاهلي طول عمره بيدور على الاحسن، بيدور على الافضل طول عمره. النادي الاهلي عنده استراتيجيه مش قصيره المدى، لا طويله المدى. طول عمر النادي الاهلي بيدور على الانجازات. زي ما قلت لك البرنامج هيبقى الاعداد النفسي مهم جدا، حته الاستشفاء اشتغلوا عليها طبعا الاجهزه الدكتور والاجهزه اللي بتساعد الدكتور في محاوله رجوع اللعيبه للحاله الطبيعيه بالنسبه لهم. اللعيبه مركزه بشكل كبير جدا في الانضباط في مواعيد التدريب، اللعيبه خارج الملعب اسلام كل واحد بيحافظ على نفسه بشكل كبير جدا، يعني بيروح بيته بيحاول ان هو يبقى موجود يعني وقت كبير جدا في منزله. حته التغذيه مهمه جدا، حته النوم بدري كمان مهمه جدا عشان تحاول تساعد موضوع الاستشفاء. اصرار لعيبه النادي الاهلي من خلال طبعا الفقرات اللي بيجيبها لنا سمير بالنسبه للتدريبات، لا تحس ان لعيبه النادي الاهلي لا عايزه، لعيبه النادي الاهلي مصممه هتعمل اللي عليها اسلام في خلال المباراتين دول صح. ان شاء الله ان شاء الله والباقي على ربنا. لكن كل التجهيزات لمباراه القطن انا شايف ان شاء الله باذن الله هتكون تجهيزات اداريه طيب وفنيه على اعلى مستوى. عموما لو حبيت بس في اخر الحلقه كده يا كابتن او في اخر هذه الفقره تقول رسالة مهمة جدا للجهاز الفني واللاعبين خلال هذه الفترة. يعني الواعدين، يعني كان اختيار لجنة التخطيط لمستر كولر في هذا التوقيت اختيار جيد، يعني الراجل بيشتغل شغل احترافي، الراجل منظم، الراجل بيحاول ان هو يوصل بالنادي الاهلي للعالمية، واحنا ده حاسينه من خلال شغل الراجل وجهازه الفني. اللاعبين بقول لهم انتوا يعني بتشتغلوا في مؤسسه، اكبر مؤسسه رياضيه موجوده في افريقيا وفي العالم العربي، نادي بينافس ريال مدريد على البطولات، ما شاء الله عندنا بطولات محليه وعندنا كاس مصر وعندنا بطولات افريقيه،
يعني شرف لكل لاعب من لعيبه النادي الاهلي يكون موجود في هذه المؤسسه. عايز اقول لهم خلاص بننسى مباراه سان داونز، نفكر في مباراه القطن ان شاء الله، وانا عندي ثقه في الله وفيكم، وانتوا لعيبه رجاله رجاله، وبتتحملوا بشكل كبير جدا خلال الفتره الماضيه. لكن هو ده حال البطل، تعمل البطل مضغوط 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 على طول، وانتوا قدها ودود، وان شاء الله باذن الله المباراتين الجايين بست نقاط، ونعمل اللي علينا بقى والباقي على ربنا سبحانه وتعالى يعني. يا رب ان شاء الله. كابتن ماهر انا بشكرك جدا الحقيقه، وكنت مصر ان حضرتك تكون موجود معانا النهارده، لانه انا عارف ان بيبقى دايما مثل هذه الاسماء الكبيره بيكون لها دور، ودور كبير جدا جدا في مثل هذه التوقيتات، لان هم الحقيقه اساطير النادي الاهلي دول مروا بمثل هذه الامور مرات مرات مرات، حصلت ان 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 بتحصل مثل هذه الكبوات، ولكن لازم نتعلم منهم ونشوف الناس دي بتقول ايه، علشان بالفعل هو ده النادي الاهلي، وده تاريخ النادي الاهلي اللي دايما هنفضل واقفين في ظهره ونسانده. انا بشكرك جدا. شكرا اسلام. شكرا لك. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن ماهر همام. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل الاساتذه الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ عبد الحكيم ابو علم في ضيافه النادي الكبير.